أهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطة. الدرس بتاعنا النهاردة اللي اسمه نشيد دفتر التوفير. تعالوا مع بعض نقرأ النشيد. يا دفتر التوفير، يا مصدر السرور، تحفظ لي نقودي بمكتب البريد. فأنت يا صديقي لليسر بعد الضيق، وأنت لي معين وصاحب الأمين. يا دفتر التوفير، يا مصدر السرور. معاني المفردات. معنى مصدر يعني أساس، ومعنى نقودي يعني مالي، ومعنى معين يعني مساعد. وبكده نكون خلصنا النشيد اللي اسمه دفتر التوفير.